مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وأحداث جديدة من برنامج قضايا وأحداث. بداية أحب أبارك لزميلتي الأستاذة دينا حمدي الإعلامية المتألقة دايما على وصولها للأرض المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله هتكون معنا من هناك وبنتمنى لها التوفيق والنجاح. حلقة النهاردة هتكون حلقة متميزة جدا من كذا محافظة، هيكون فيها الجانب الإيجابي والجانب السلبي. نطلع نشوف تقرير مبدئيا عن الحالة السلبية في قرى ومركز بركة السب ونرجع تاني، نطلع تقرير ونرجع تاني. وزي ما شفنا في التقرير ده كان رأي بعض المزارعين في قلب الشارع، وزي ما قال سبحانه وتعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي. فهل يا ترى هل ده تقصير من أحد الموظفين في وزارة الري ولا ده إيه الموقف منه؟ فعايزين نشوف حد من المسؤولين يرد علينا ويقول لنا ايه السبب. فمعانا مداخله هاتفيه من الاستاذ رضا العريف رئيس الجمعيه الزراعيه بقريه ميت ام صالح مركز بركه السبع. اهلا بيك يا استاذ رضا. اهلا بيك يا استاذ مصطفى يا مرحبا. اهلا بحضرتك. حضرتك شفت معانا في التقرير اللي راي الناس حوالين الترع واللي مرتومه ما فيهاش ميه وبقى لهم كام سنه، فعايزين راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ سعادتك، انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا ماسك البلد دي من سنه بالظبط. تمام. اخر مواطن كان بيتكلم معاك اللي هو سعد ده كان مدور الارض عشان يعملها مباني وعامل حوالي 300 متر مباني على راس ارضه. تمام. الكلام ده انا بقوله لك على يقين لان هي طريق رايح جاي وانا رايح شغلي وراجع من شغلي. المسائل دي حضرتك اهليه. ما فيش مشكله دي يا فندم، دي مشكله شخص فرد، احنا بنحل مشكله قريه، بنحل مشكله مركز، دي قريه يعني ده شخص اهمل او هو عايز يبور الارض عشان يعمل مباني، لكن فعلا بالفعل احنا شفنا ان الترعه ما فيهاش ميه، وفي كذا شخص قالوا ان ما فيهاش بقالها اكتر من سنتين ما بيخشهاش ميه، فهل ده ايه السبب في الموضوع ده؟ ايوه استاذ رضا معاك. الو الو خط تقريبا الخط فصل، نحاول الاتصال بالاستاذ رضا تاني. انا سامعك معايا يا باشا، اتفضل حضرتك. دلوقتي حضرتك المكان ده في وسط كتله سكنيه. تمام. كل الانقاض اللي بتطلع من نفس المكان بيرموها في الترعه، وانا عملت كذا محضر للناس ديت على اساس انهم يشيلوا مربين لمؤاخذه المواشي غنم وبعيد وسط المكان اللي انت شفته دلوقتي ده. تمام. في بقى ترع اهليه، انا معاك، الترع الاهليه ديت المفروض اللي بيطهرها الاهالي. سعادتك يعني الكلام اللي انا بحكيه لك ده واقع. الاهالي في وسط البلد لما دخلوا الشارع في حوالي 300 متر الاهالي عاملينهم مواسير وراكبينهم قدام بيوتهم. عشان الاطفال عشان اطفال. بالطريقه الصحيحه. يعني فم الترعه واطي والماسوره عاليه. فهي كده بترد الميه. فهي دي مشكله الاهالي، وده اللي ادى ان هم يدقوا ابار ارتوازيه. يعني المشكله ان المواسير ما اتعملتش بالطريقه العلميه اللي هي الصحيحه، بناخد من الاعلى للاوطى واحنا ماشيين. التطهير حضرتك دور الاهالي، لان الترعه دي اهالي مش ترعه عموميه. وهم لو تقدموا بطلب لنا احنا ممكن نجيب لهم الحفار اللي على حساب الدوله، بس يكتبوا كشف بالاسماء واحنا هنجيب الحفار على اساس ان الناس دي هتتحاسب عليه. طيب احنا دلوقتي كنا محتاجين من حضرتك انك توضيح بس لبعض الاهالي، لان هم بيفكروا لما يبقى فيه حاجه زي كده بيرموا العبء على الوزاره كامله او على المؤسسه كامله، فهم بيقولوا لا، يعني اي فرد بيجي يتكلم ما بيتكلمش عن موظف واحد، بيتكلم عن ان ده اهمال لانه مش واصل له الموضوع صح. فاحنا عايزين نوضح ان دي ترعه خاصه بالاهالي، ومحتاجين ان هم يعملوا ايه عشان توصل لهم ميه، او يحاولوا يتواصلوا ازاي مع حضرتك عشان ان في ميه توصل لهم. حضرتك انا متواصل معاهم على طول، لان اخ وسط الناس ديت الحلقه دلوقتي، الناس اللي انت شفتها دي انا متواصل معاهم على طول. ما فيهم في البعض في البعض حضرتك قال ان هم تواصلوا معاكوا اكتر من مره ولم يجدوا استجابه. لا حضرتك، انا قلت حضرتك
الفكره من بدايه الترعه تركيب المواسير اللي الناس ركبتها تركبت بالطريقه الخطا مش بالطريقه العلميه، ان في مهندس يقول لك المنسوب يبدا من البدايه بكذا وينتهي بكذا. هم الاهالي ركبوا قدام بيوتهم بمواسير اهليه. ففي ماسوره حضرتك المنسوب بتاعها بينزل لان تحت منها طين مش تحت منها مخدات معموله، يبقى هي ثابته. بشرط ان الميه المنسوب يجي من الاعلى للاوطى يعني تدريجيا. دي برضه عامل اساسي من ان الميه ما تدخلش الترعه اللي هو قال لك عليها ابو الاسود والزعفرانه. طيب ما حضرتك حضرتك ده دور ان الجمعيه الزراعيه، ان هو مش اي حد محتاج ان هو يردم او يركب مواسير عشان يردم الترعه، ان هم يسيبوا الاهالي تشتغل منها نفسها. ده دور الجمعيه ان هي تعمل المنسوب بحيث ان هي ما تاثرش علينا بعد كده، لان هو هيركبها بالطريقه الخطا فبالتالي مش هتوصل ميه، هيرموا المشكله على المؤسسه نفسها، على مؤسسه الري. مش هيقولوا بقى احنا اللي اخطانا والكلام ده كله، لا هيجيبوا اللوم على المؤسسه. يا سعاده الباشا، يا سعاده يا مصطفى، دي المواتير دي مش راكبه وليده النهارده، المواتير دي راكبه من وليده حوالي 7-8 سنين. تمام. يعني مشكله قديمه مش مشكله النهارده. ومع تراكم الزمن بيخش المواتير ديت. مثلا الزباله اللي الناس بترميها في الترع من البدايه من الفتحات اللي هي مش متغطيه، فهي دي برضه بترد، دي عامل اساسي. احنا ممكن نطهر، هم يتقدموا بالطلب بالاسماء اللي هتحاسب الحفار اللي هيجي، وانا انا معاهم. وانا موجود في وسطهم على فكره، انا موجود في وسطهم 24 ساعه، لان شغل ما بين حمايه اراضي انا متحمل مسؤوليه كل حاجه. فانا دلوقتي حضرتك هيجوا يجيبوا الطلب وانا هقدم الطلب ونجيب لهم الحفار. بس اذا كانت المشكله من بدايه المنسوب اللي هي المكان المردوم، فهي دي هتبقى مشكله، هتحتاج لرفع المواتير عشان يبقى المنسوب مظبوط يسحب ميه من الترعه الرئيسيه. طيب يعني المشكله مشكله اهالي لانها بقت وسط كتله سكنيه. ما حضرتك احنا محتاجين حل للموضوع ده، مش ان احنا نجيب حفار وننظف الزباله والكلام ده كله فمش مش هتوصل برضه الميه، فعايزين نشوف رايح، عايزين حل. حل ايه؟ الحل من وجهه نظرك ان احنا نحل المشكله دي؟ الحفار بعد نهايه المكان المردوم هو هيؤدي الغرض، ولا لازم احنا نبدا القصه من بدايتها الصح؟ ما نعملش غلط هيتركن عليه غلط. فاحنا نبدا الصح دلوقتي، المكان المردوم في الاول حوالي 300 متر، هنشوف المواسير اللي فيه سالكه ولا مش سالكه. تمام يا باشا، تمام. اللي عاملينها تمام. وبشكر الاستاذ رضا العريف، ونفاصل ونرجع لكم تاني. وزي ما شفنا قبل الفاصل ان احنا كنا بنتواصل مع الاستاذ رضا العريف مدير جمعيه زراعيه بميت المصالح، وكنا بنتواجد بحل مشكله لمشكله الري. فيا ريت الساده المزارعين يتواصلوا مع الاستاذ رضا لحل المشكله، وفي ان شاء الله يكون في حل جذري بالتعاون مع الاستاذ رضا والساده المزارعين. برضه في نفس السياق وما زلنا نتكلم عن هذه المشكله، ونروح لمحافظه اسيوط نشوف تقرير ونرجع تاني. الزباله دي احنا مش عارفين نقعد منها خالص، وقدام عينيكم اهو انتم شايفين، وبرضه كان وجه سجلت وما عملناش حاجه، وفي مسؤولين اتصلت من اسيوط ومحمل المواطنين. عليكم احنا بنطالب سيادتكم يعني تشوفونا اصلاح للري، عيالنا بتعدي بتروح المدارس متأذية خايفين، وفي نفس الوقت يعني الميه ما معدياش، الزباله ديت حاجز الميه عن المواسير، وفي نفس الوقت يعني خايفين عيالنا يعني تتأذى منها. محدش عشان بص اديك شايف المنظر عامل ازاي، والعيال لو عملوها ضفرة العيال تقع فيها تاني برضه هتبقى يغوتها لتحت. دي عامله لنا تلوثات وعامله لنا كل حاجه، وابا وحش. احنا عاوزينها مواسير، حتى لو اتركبت حجاره الزباله بقى هتتكب، واحنا منيزك غرب قرفانين. لو سمحت اهم حاجه في الري دي وسط الترعه دياتي، الزباله ما فيهوش الناس كلها، وحاش الميه ما خش من وسط الزرع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد احمد محمد البلكي، عضو المجلس المحلي من قريه بنو ظهر جمل مركز ديروت. احنا دينا دلوقتي الصرف الصحي، يعني من ضمن الصرف الصحي من كتر الاذى منه، حتى في ناس وقعت وماتت جواه بسبب انه اصبح مهجور واصبح قايل السقوط ومن غير ما يشتغل. يعني حاليا دلوقتي الصرف الصحي لو من ساعه ما اتولد لحد دلوقتي، يعني من ساعه ولادة الصرف الصحي بدأ لحد دلوقتي عمر واحد اتجوز وخلف ومعاه عيال، وحاليا دلوقتي هو الصرف الصحي هو الاول سبب لنا الترع اللي باظت دي، مرمي الزباله فيها والميه ومخلفات عربات الصرف.
وتعبنا منعنا كتير البيوت وقعت من البيارات اللي شغاله تحتيها ومحدش سال فينا، وصرف الصحه كل شويه يسلكوه ويسحبوا ميه منه ومسلك وشغال، بس ايه اللي ماخر موضوع انا الله اعلم. يا حد وقت نشهدنا اكتر من رئيس مدينه من اللي غيره كلهم، ما فيش حد يعني حاليا متواصل معانا عاوزين نشغل الصرف الصحي ده. يعني احنا بيقولوا لنا حاليا دلوقتي ان هو ممكن على اول شهر 12 كده هيشتغل، على اول واحد هيشتغل، ولكن احنا مش عارفين. الوعود كتيره خدناها كتير اكتر من 20 سنه وعود، وما فيش حاجه خالص، ما فيش حاجه ماشيه خالص. نشاشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تدخل في الموضوع ده بسبب اللي احنا تعبنا والله، تعبنا اخر تعب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد احمد محمد البلكي، عضو المجلس المحلي من قريه بنو ظهر جمل مركز ديروت. احنا دينا دلوقتي الصرف الصحي، يعني من ضمن الصرف الصحي من كتر الاذى منه، حتى في ناس وقعت وماتت جواه بسبب انه اصبح مهجور واصبح هايل السقوط ومن غير ما يشتغل. يعني حاليا الوقت الصرف الصحي من ساعه ما اتولد لحد الوقت، يعني من ساعه ولاده الصرف الصحي في ديروت لحد الوقت عمر واحد اتجوز وخلف ومعاه عيال، وحاليا الوقت هو الصرف الصحي هو الاول سبب لنا الترع اللي هي باظت دي من رمي الزباله فيها، والميه ومخلفات عربات الصرف. اهم المشكلات اللي موجوده عندنا في المركز كله اللي هي الصرف الصحي. الصرف الصحي عندنا هنا من سنه 96 حتى الان متوقف، وكل واحد بيجي او كل مسؤول بيجي ويقول احنا بنكمل، بيعمل كل اللي يعمل، بيفتح الحفره ويبتدي ينظف فيها يوم او اثنين ويسيبها تاني ونرجع تاني زي ما كنا. فكان في بعض الناس وبعض الاهالي طبعا بدون علم منهم بدأوا يوصلوا الصرف بتاعهم على الصرف الصحي. او بنبظهر الجمل بالنسبه للصرف الصحي بقى لنا دلوقتي اكثر من 20 سنه بالضبط او 22 سنه، وللحين ما يشتغل بتاع الصرف. الصرف الصحي معمول قد كان 22 سنه ولا اكثر من 22 سنه او 25 سنه. الصرف الصحي النهارده اتملى ميه تحت البيوت، عم نعاني منه من تحت البيوت النهارده، وعم نروح نشتكي يجي على عجلنا كده يسحبوه شويه ميه وتاني يوم يبقوا زي ما هم. احنا دلوقتي عندنا مشكله البيوت، تشم ريحه البيوت وانت من داخل الشارع كده، الميه بتاعت الصرف عمت على البيوت لفوق. السلام عليكم. قدمنا لكم اعزائي المشاهدين من مركز ديروت محافظه اسيوط مشكله الري والصرف الصحي. كان معكم وائل شعبان، برنامج قضايا واحداث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزي ما شفنا في التقرير نفس المشكله ولكن اختلاف بسيط، ان الميه موجوده لكن لا تستطيع العبور من تلال القمامه. فهل يا ترى مع وجود الميه مش هنعرف نوصلها، ومع وجود الاطفال وهي رايحين المدارس، مع وجود الميه والاطفال على الطريق رايحين المدارس في مشكله بالنسبه لهم؟ والمشكله دي انا بتهيألي ان هي الموضوع بسيط جدا عن المشكله السابقه قبل كده. ده موضوع ان هي محتاجه تطهير لان الميه موجوده بالفعل، بس مش قادره تعدي التلال من القمامه اللي موجوده. فعايزين رد من الساده المسؤول رئيس الوحده المحليه بمركز ديروت يقول لنا نعمل ايه عشان الميه توصل للناس، لانها بالفعل موجوده واحنا اللي منعينها. فده يا ريت يكون في حل وعاجل عشان الميه تقدر توصل للمكان المناسب ليها. وبنتحاول نتواصل مع السيد عبد التواب رئيس الوحده المحليه بمركز ديروت الشريف، لم نستطع التواصل حتى الان. ومعنا وصلنا بالفعل الاستاذ عبد التواب احمد عبد الظاهر رئيس الوحده المحليه بديروت الشريف مركز ديروت. اهلا وسهلا استاذ عبد التواب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. زي ما حضرتك شفت ان المايه موجوده بالفعل لكن مش عارفه تعدي من الزباله اللي موجوده في قلب الترعه. ايه الحل؟ وزي ما شفنا الناس عماله تتكلم ان هي اتطهرت اكتر من مره، وبرضه في مشكله بالنسبه لها بالنسبه لاطفال المدارس والكلام ده كله. ايه الحل من وجهه حضرتك بالنسبه للزباله دي؟ هل يوجد حل ليها ان هي نقدر الجزئيه دي ان احنا نحط فيها مواسير او نردمها بحيث المدارس والاطفال والكلام ده كله، ولا ايه الحل من وجهه راي حضرتك؟ اتفضل يا باشا. تمام يا سعادتك يا فندم. احنا حاليا دلوقتي في ظل مبادرة السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير المحافظ، وبدأنا بالفعل في مشروع التكسية الحجرية لجميع الترع والمصارف على مستوى الجمهورية. بدأنا في قرية بنوب
سعادتك اللي هي ترعى الجنبية بنوب وجار التاكسي الحجرية، ودي حاجة جميلة جدا بتوفر من 2.5 ل 5 مليون متر مكعب من المياه، وبتحافظ على النظافة العامة. وهننتقل من الترعة الفرعية للترعة الرئيسية زي ترعة الدلجاوي اللي حضرتك مصورها دي، وفي الخطط المستقبلية هيتم تغطيتها، وده أكبر علاج لهذه المشكلة. تمام حضرتك، وبالفعل ده حل مناسب. شايف من وضح ان حضرتك فعلا تداركت الموضوع وبدأت في الحل، ده نقطة إيجابية وبنشكر عليها الأستاذ عبد التواب. وياريت لو في إمكانية على ما يوصل لموضوع ان احنا نعمل اللي هي الجدران بتاعة الترعة دي، يكون في حل بديل لفترة مؤقتة لحد ما نوصل للمرحلة دي، نوصل للترعة دي التطهير مؤقتا. ايوه باشا اتفضل يا فندم. هو بيتم التنسيق بالفعل مع وزارة الري والموارد المائية، وبتتم عملية التطهير بصفة دورية، والوحدة المحلية بتقوم برفع المخلفات من نقاط التجميع، وعملنا برضو بالجهود الذاتية على نفقة المواطنين والمتبرعين والجمعية الخيرية. عملنا صناديق اللي هي المربع ناقص ضلع بقرية بنوب كحل مبدئي للحد من مشكلة المخلفات، على اعتبار أن الوحدة المحلية بتقوم برفع هذه المخلفات بصفة دورية بمعدات الوحدة المحلية. وبالفعل تم التكسية الحجرية لترعة جنبية بنوب وجر الانتهاء منها، وعقب الانتهاء مباشرة هيتم في ترعة الدلجاوي وجميع الترع والمصارف. ودي مبادرة طيبة من فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير محافظ أسيوط، وبإشراف السيد رئيس مركز ومدينة ديروت. تمام حضرتك، شكرا. ممكن حضرتك تقول لنا بس ايه اخر امتى كانت اخر مره ان حضرتك طهروا الترعه دي؟ كان اخر وقت طهرتوا فيه الترعه دي؟ كان اخر وقت سعادتك من 6 شهور. من 6 شهور. 6 شهور مش فتره، مش شايف حضرتك ان 6 شهور فتره كبيره ان نسيب فيها الترعه بالمنظر ده؟ ان المزارعين دلوقتي والاطفال 6 شهور، لأن دي ترعة كبيرة وبيبقى حسب البرنامج والمخطط اللي عاملاه وزارة الري، وإحنا بنتابعه وبنشرف فيه عليه معاهم وعلى هذه الترعة وعلى هذه المصارف، وما بنسكتش وبنتابعهم بصفة دورية، وهم عاملين لها مصفاية بتحجز المخلفات وبتم رفعها، وبيتم عملية تكريك بصفة دورية بالكراكات، وبيتم رفع نتيجة التطهير سواء بمعرفة الري أو بالتنسيق مع الوحدات المحلية. اكيد وشكرا. بس اكيد بس في اولويات، ان احنا مثلا مش هنستنى الدور. اكيد لما بتبقى في ترعه محتاجه ان هي تتطهر قبل ما يجي الميعاد بتاعها وقبل ما يجي الدور بتاعها، المفروض ان يكون في اولويه احنا ان احنا نسيب اللي في ايدينا. لو في مكان مش محتاج تطهير قوي زي المكان ده، ان احنا نرجع له تاني ونرجع نكمل المخطط بتاعنا اللي احنا ماشيين عليه. تمام يا فندم، وبالفعل بيتم تنفيذ كلام سعادتك كده من على ارض الواقع. تمام لحضرتك، وبنشكر الأستاذ عبد التواب أحمد عبد الظاهر رئيس الوحدة المحلية بديروت الشريف مركز ديروت على الاهتمام وعلى التعاون معانا إن شاء الله، وبنشكر حضرتك. اتفضل يا فندم. ونستكمل فقراتنا النهارده ونبص للجانب الإيجابي في حلقتنا النهارده. زي ما بنقول في سلبيات وفي مش هنقول بقى تقصير من بعض الموظفين أو الكلام ده كله، لا هو ممكن يكون إمال أو عدم التوضيح. هنبص برضو للنقطة الإيجابية في حلقتنا النهاردة، واللي بيشوف شغله وبيقدم شغله كويس برضو لازم نوصل وجهة نظره للسادة المشاهدين. هنطلع تقرير ونشوف الناحية الإيجابية في حلقتنا النهاردة. شوف التقرير ونرجع تاني. زي ما شفنا دي بعض التطورات في مركز ومدينة منوف. ده نقل موقف من داخل المدينة إلى خارج المدينة لعدم التجدد الزحمة السكانية ولسهولة المواصلات. ده كان هنعمل لقاء دلوقتي مع رئيس مجلس المدينة. كنا بالفعل نزلنا وعملنا لقاء مع رئيس مجلس المدينة أستاذ أشرف الليسي رئيس مركز ومدينة منوف، وهنطلع نشوف اللقاء ونرجع تاني. ممكن حضرتك تكلمنا عن أهم الاستعدادات التي تمت في بداية العام الدراسي لتداعيات من فيروس كورونا؟
هو طبعا بداية العام الدراسي اللي بدأ من قرابة أسبوع أو أكثر قليلا كانت فيه خطة موضوعة بالتنسيق ما بين رئاسة مركز ومدينة منوف والإدارة التعليمية والإدارة الصحية، وكانت فيه لجان بتمر على المدارس سواء في نطاق المدينة أو في القرى التابعة للمركز. كان زملائي نواب رئيس المركز والمدينة كل في نطاقه بيمر بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية في القرى. كانت المتابعة الميدانية بتاعتنا يومية، كنا بنتابع نقطة مهمة جدا وهي وجود قمامة في نطاق المدارس من عدمه والعمل على رفعها يوميا وبصفة دورية وعدم تجمع أي قمامة بجوار أبواب المدارس. دي كانت أهم نقطة عندنا. أما في داخل المدرسة كنا بنتابع نظافة دورات المياه والحمامات واستخدام المطهرات ونظافة الفصول وتطهيرها، مع طبعا التأكيد على أن جميع القائمين على العملية التعليمية داخل إدارة المدارس أن لازم يكون في ارتداء للكمامات علشان يبقى في نوع من أنواع الوقاية، لا قدر الله أن يبقى في أي حالة ربما أن يكون فيها اشتباه. والحمد لله المتابعة الدورية بتاعتنا سواء من قبل بداية العام الدراسي أو مع الأسبوع الأول وحتى اليوم الحمد لله لم يتم رصد أي حالة كورونا إيجابي في المدارس سواء ما بين الطلاب أو ما بين القائمين على العمليات التعليمية، والمرور مستمر يعني لا يتوقف على يوم أو أسبوع، ولكن اللجان الصحة بتقوم بدورها اللي طبعا في كل مدرسة في غرفة للعزل. احنا كلنا في مركب واحد برغم ان احنا مجموعات، ولكن كل مجموعة اذا رصدت اي ملحوظة تستوجب التعامل في مثل هذه المواقف بيتم اتخاذ الاجراءات الفورية والتعامل الفوري في ضوء التنسيق المنظم من خلال اللجنة المشكلة والتي اشرف برئاستها بناء على تكليفات من المعالي المحافظ. ما هي الإجراءات التي تم التخطيط لها للانتخابات؟ طبعا التنسيق بيكون ما بين مجموعة من الأطراف، طبعا التنسيق ما بين رئاسة المركز والمدينة والقوات المسلحة والشرطة والإدارة التعليمية عشان نقدر نشوف. طبعا احنا عندنا فيما يزيد عن حوالي 50 لجنة على مستوى المركز والمدينة جميع الاستعدادات. وفي نهاية فقرتنا بشكر السيد الأستاذ أشرف الليسي رئيس مركز ومدينة منوف على المجهودات المبذولة. نرجع للاستوديو نكمل فقرتنا. زي ما شفنا في التقرير بعض الإيجابيات، حاجات كتيرة جدا الواحد مش عارف يتكلم عليها، لو قعدنا نتكلم عليها كتير من الحلقة مش هتكفينا في الإيجابيات دي. أول حاجة عملها الأستاذ أشرف الليسي رئيس مركز ومدينة منوف بعد نقل موقف بالكامل خارج المدينة لفك الزحمة السكانية من داخل المدينة، وما اكتفاش بكده، لا عمل خطة سيرفيز ان هو ينقل الافراد او المواطنين من داخل المركز الى خارج المركز، بالاضافة الى التطورات الكتيرة اللي عملها والانجازات اللي عملها من داخل المدينة، منها ان هو في رصف الطرق الداخلية والطرق الفرعية داخل وخارج المركز، وبرضه ما نسيش القرى من داخل قرى مركز منوف من خطته وتطويره، لا الطرق وبلعات صرف لتفادي السلبية اللي مرينا بيها السنة اللي فاتت اللي هي صرف مياه الأمطار والمشاكل اللي كانت بتنتج عن مياه الأمطار والتكدس، وكانت بتعمل مشكلة لأن عدم بلعات الصرف اللي في الشوارع كانت بتفضل الشوارع مليانة بالمية وتعوق حركة السير. لكن هو مع خطة ممتازة وتقدير كويس للموقف قام الأستاذ أشرف بتعديل بلعات الصرف في أكتر من مكان على طول الطريق، مع رصف مع التوسعة البندورات في الطريق في وسط الطريق مع توسعة الطريق رايح وجاي، ولسه وما زلنا متواجدين داخل المركز وشفنا تطورات كتير هنتابعها مع بعض النهاردة. حلقة مميزة جدا من مركز منوف، نزلنا وشفناها بنفسنا، ما كناش مصدقين فعلا ان في ظل هذه الظروف وظل هذه الأزمة لفيروس كورونا ان في أعمال تصير بالطريقة دي. وبرضه شفنا تلال من القمامة، مقلب للقمامة، ناس كتير كانت كل اللي حوالينه متضررين جدا من المنظر من الرائحة، الأطفال اللي ساكنين الناس اللي ساكنة جنب التلال دي كان موجود أكتر من 400,000 طن قمامة موجودين، روائح تنتج عن القمامة أدخنة تضر بصحة المواطن اللي ساكنين.
قدر معانا الأستاذ أشرف الليسي رئيس مركز ومدينة منوف إن هو في فترة زمنية لا تتجاوز 50 يوم بتغيير ملامح المكان نهائيا. منظر هتشوفه حضرتك معانا المنظر ده مش هتصدق إن كان فيه تلال من القمم في فترة من التاريخ ده. هنطلع تقرير نشوف الأستاذ أشرف عمل إيه ونرجع لكم تاني. بنشكر معالي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على الدعم وعلى التوجيه بنقل مقلب منوف العمومي. كم التراكمات اللي كانت موجودة في المقلب تقدر بحوالي 600 ألف طن زي ما حضراتكم شايفين. المساحة الموجودة 18 ألف متر مربع كان كلها تراكمات، يعني التراكمات كانت موجودة لحد بوابة المصنع اللي حضراتكم دخلتوا منه. وبنشكر برضو معالي الأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية على الدعم وعلى المتابعة. وبنشكر الأستاذ أشرف الليسي هو رئيس مدينة منوف، وطبعا هو الأستاذ أشرف كان دايما بتابع ودايما موجود هنا على طول على مدار 24 ساعة. احنا كنا بنشيل في اليوم هنا حوالي 7000 طن يومي من مقلب منوف العمومي زي ما حضراتكم شايفين. كم التراكمات اللي كانت موجودة كانت بتشكل كارثة للمنطقة كلها، كارثة بيئية، لأن طبعا كان بينبعث منها أدخنة وانبعاثات حرارية. الدنيا هنا كانت فيها مشكلة، لكن الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين مفيش أي مشكلة خالص، المكان كله فاضي. وتم رفع كافة التراكمات، يعني كان المفروض المدة المقررة رفع التراكمات حوالي 3 شهور، طبعا اتشالت في مدة قياسية يعني شهر ونص تقريبا يعني. وأنا بشكر، شكرا. أهلا وسهلا بيك. بداية حضرتك كده احنا عايزين نعرف من حضرتك في الفترة البسيطة اللي هي 45 يوم قدرت تغير مقلب الكمامة بالصورة اللي احنا شفناها دي، ممكن حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا أنا برحب بيكم معنا في مقر مركز ومدينة منوف، وأنا هنا توليت مهمة ومسؤولية رئيس المركز والمدينة اعتبارا من 8/6/2020 بتكليف من معالي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية. يمكن في بداية تولي مهمتي كان شرفت في اليوم التالي مباشرة بزيارته للمدينة وتفقد عدد من المواقع، وكان يأتي في أولوياتها هو المقلب القمامة العمومي الذي كان يمثل أحد المحاور المهمة جدا في دولاب العمل لمحافظة المنوفية. هذا المقلب الذي كان يسبب إزعاجا وانزعاجا لكثير من المسؤولين على مدار سنوات طويلة، وكان قرار معالي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عند توليه منصبه كمحافظا للمنوفية هو رفع هذا المقلب الذي وصل ارتفاعه إلى حوالي أكثر من 20 متر ارتفاع على مساحة 18 ألف متر. تجاوزنا قيمة ما رفع من مخلفات فيما يقرب من 400 ألف طن قمامة تم رفعها في مدة زمنية أقل من 50 يوم. بدأ العمل يوم 16/8 تحديدا في الرفع، وتم الانتهاء في جدول زمني أقل من الذي كان معد له سابقا. الحمد لله جميع سكان وأهالي مدينة منوف والقرى المحيطة بها كان لديهم سعادة بالغة عندما استشعروا أن الحلم الذي سبب لهم إزعاجا بيئيا وصحيا على مدار أكثر من 25 سنة أن الحلم أصبح وتحول إلى حقيقة وواقع، وهو الآن لا يوجد أي أثر لهذا الجبل الذي تم إذابته ببروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية والهيئة العربية للتصنيع. والحمد لله كان العمل يسير في هذا المقلب على مدار 24 ساعة. كان بيتم نقل هذه التراكمات إلى المدفن الصحي في مركز السادات، والحمد لله دي كانت أول خطوة إيجابية من الخطوات اللي شعروا بها سكان مدينة منوف خلال الفترة الزمنية الماضية. وزي ما شفنا حضرتك واحنا ماشيين بعد جبال الكمامة اللي كانت موجودة في ظل هذه الظروف وضغط العمل عليها، واحنا ماشيين في الشارع شفنا تطورات في الطرق وشفنا رصف وشفنا شغل جديد، ممكن حضرتك تكلمنا على ايه التطورات وايه خطتك حضرتك في التطورات في الشوارع في داخل المركز؟
في الحقيقة طبعا هي خطة التطوير هي جاءت متزامنة مع بداية العام المالي، كل عام مالي له اعتمادات مالية، وبالفعل كان اعتبارا من 1/7 هناك توجه من معالي المحافظ أن مدينة منوف تحتاج إلى نوع من إعادة التطوير والتأهيل مرة أخرى، وتأتي في مقدمة هذا التطوير هي أعمال الرصف. الرصف هو كان يأتي في الأولويات، وبالفعل هناك بروتوكول تم توقيعه مع الهيئة العربية للتصنيع لعملية تطوير مدينة منوف تمثلت في أعمال الرصف. دخلنا فيه تقريبا حتى الآن ما يقرب من 9 شوارع رئيسية، أهم 9 شوارع رئيسية في المدينة جاري الإعداد لرصفها، مع تزامنا مع زرع بلاعات أمطار، لأن طبعا حضرتك الدرس المستفاد من العام الماضي الأمطار الغزيرة والسيول التي حدثت كانت هناك دروس مستفادة، وهي ضرورة وجود بلاعات صرف الأمطار، وده تم مراعاته قبل بدء أعمال الرصف. تم زرع العديد من بلاعات الأمطار في جميع الشوارع الرئيسية لتفادي الأزمة التي حدثت العام الماضي في الأمطار. يأتي مع التزامن في التطوير وهو العملية المرتبطة بالتجميل، يعني احنا بنتكلم عن رصف ثم زرع بلاعات أمطار ثم موضوع الإنارة. الإنارة شيء مهم جدا، في كشافات ليد جات لنا من الهيئة العربية للتصنيع بحيث بنغطي جميع الشوارع ما يكونش فيه اي شارع مظلم. النقطة المهمة ان احنا فكرة تطوير المدينة كناحية جمالية، طبعا فكرة التطوير ده هو هيبان الامر على مدار الفترة القادمة بعد ما ننتهي من الرصف، بنعمل بلدرات جديدة، شوارع هيبقى فيها انترلوك، هيجي مع زرع الاعمدة، في عندنا اعمدة ديكورية هنزرعها، وهنزرع منظومة نخل هتملأ معظم الشوارع، ويبقى في شكل جمالي للحدائق الموجودة حاليا اللي هي المهملة جاري إعادة تطويرها بحيث تظهر مدينة منوف في شكل متكامل في ميادينها بحدائقها بشوارعها في منظومة شكل إن شاء الله في خلال الشهور القادمة سيكون نتائج هذا العمل ستظهر على الواقع بإذن الله. وزي ما شفنا في التقرير إيجابيات كتيرة جدا، وفي شفنا في حلقتنا النهاردة إيجابيات وسلبيات، بس السلبيات حاجة بسيطة جدا بتأثر علينا، هي حاجة نتمنى إن احنا نشوف دايما كل إيجابيات. شفنا في الإيجابيات بتاعتنا النهاردة رصف طرق، نقل مواقف، تطوير في الصرف الصحي للأميان الأمطار، وشفنا تلال القمامة، إيجابيات كتيرة جدا، وما زال التطوير وخطة العمل مستمرة. يعني أتمنى إن احنا نشوف إيجابيات في كل حلقاتنا اللي جاية، وتنتهي السلبيات من محافظة المنوفية. معانا تقرير تقدم بخالص الشكر لمرشح مجلس نواب 2020 مهندس منير مندور، مركز ومدينة بركة السبع، عن دائرة مركز ومدينة إوسنا وبركة السبع، رمز الأسد رقم 5. نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني. وزي ما شفنا في حلقتنا النهاردة الإيجابيات والسلبيات، نتمنى أن نكون كل اللي هنتفرج عليه إيجابيات في حلقاتنا الجاية. وإلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وانتظرونا في قضية جديدة وأحداث جديدة من برنامج قضايا وأحداث.